أهلا بكم. قال نائب رئيس الحكومة السابق والقيادي في التيار الصدري بهاء العرجي أنه إذا لم يتم تدارك أزمة تشكيل الحكومة فستتولد أزمة أخرى ستكون معها القوى السياسية الحالية عاجزة عن حلها، وستكون هي البداية لتغيير النظام السياسي الحالي في العراق. وكانت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين بلاسخارت قد أكدت في إحاطتها الخاصة عن الوضع في العراق في جلسة مجلس الأمن الدولي أن الجماعات المسلحة في العراق أي الميليشيات وفرق الموت الطائفية تمنع استمرار الحياة في العراق، وأن هذه الجماعات المرتبطة بالخارج تعمل على تقويض نظام الدولة العراقية. تطورات الوضع في العراق في المرحلة القادمة وما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: هل تعتقد قوى العملية السياسية أن أزمتها مع المتظاهرين والشعب العراقي ستنتهي إذا ما توافقت على بديل لمحمد علاوي الذي فشل في تشكيل حكومته؟ ولماذا يرفض شركاء العملية السياسية الاعتراف والإقرار أن مشكلة العراق ليست في من يكون رئيسا للحكومة وإنما تتعلق بالنظام السياسي نفسه؟ ألا يشعر أقطاب العملية السياسية بشيء من الاسترخاء والطمأنينة بسبب بقاء الحراك الشعبي الحالي يراوح في مكانه ولا يشكل أي تهديد جدي لنظامهم الطائفي؟ ولماذا هذا الهجوم الشرس من قبل القوى السياسية والميليشياوية على جنين بلاسخارت رغم مواقفها ومواقف الأمم المتحدة الخجولة والمواربة من حقيقة وكارثية الوضع القائم في العراق؟ وكيف ستمضي الأمور في العراق مستقبلاً مع إصرار المتظاهرين على مواقفهم ومطالبهم مقابل عناد قوى العملية السياسية وتشبثها بحصصها ومغانمها السياسية والحزبية والطائفية؟ ضيف الطاولة رافع الفلاحي، ثامر العلواني، لقاء مكي. بلغ بها التعفن والاهتراء إلى درجة لا تستطيع فيها أن تثبت على شخصية تكون واجهتها السياسية. تلك هي الأحزاب في مسيرتها السياسية الممتدة لنحو 17 عاماً، والتي تواجه اليوم أكبر تحد شعبي يريد إزالتها بتظاهرات ثورة تشرين. استقال عادل عبد المهدي أو أقيل، كذلك خلفه محمد علاوي واجه المصير ذاته. كل ذلك حدث وثورة تشرين لم تنهي بعد نصف سنة من عمرها. تداعيات هذه الأحداث تشير إلى أزمة عميقة ضاربة في جذور العملية السياسية، حيث أدخلها الضغط الشعبي في حالة إرباك لم تكشف عن فسادها ودموياتها فحسب، بل عن هشاشة حلف المصالح بين الشركاء. اختلاف بين الكتل بدأ يطفو على كل المستويات، فصارت تتصارع على أصغر المناصب، كل منها مستند إلى ذراع مسلح تمثله الميليشيات. يزداد المشهد تعقيداً تبعاً لتعقد الوضع الإقليمي واشتداد حدة التجاذبات بين أمريكا وإيران، خصوصاً في ظل الانكسارات التي تتلقاها الأخيرة على المستوى الخارجي والداخلي. فسياسة الموازنة بين الاحتلالين لم تعد مجدية، وضغط الشارع يتصاعد، مبعوثاً بوعي شعبي عميق بوصول العملية السياسية إلى حد الانهيار. هذا الانهيار تدركه المنظومة الحاكمة، وتعرف أن مرحلة ما بعد عام 2003 انتهت عمليا، لكن جرائمها وفسادها على مدى سنوات يمنعها من الاعتراف للشعب بحقيقة الفشل والتنحي عن السلطة. لذلك اختارت طريق التشبث بالسلطة حتى النهاية، ويترتب على ذلك مزيد من القمع والتوحش في مواجهة الثورة. بابا. في المقابل اختار المتظاهرون طريق الثورة حتى النهاية، لأنهم يدركون أن نصف الثورة انتحار، والسبيل الوحيد هو الاستمرار إلى أن يصل العراق إلى شاطئ الحرية والأمان. أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة، والتي ستبحث في تطورات الوضع في العراق في المرحلة القادمة في ضوء استمرار التظاهرات وعناد قوى العملية السياسية على التشبث بمناصبها ومواقفهم. ضيف طاولة دكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور ثامر العلواني
مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، سيكون معنا عبر سكايب من العاصمة الأردنية عمان، وسيكون أيضا معنا من العاصمة القطرية الدوحة الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. دكتور رافع الفلاحي، القوى العملية السياسية الآن بدأت البحث عن بديل لمحمد علاوي الذي فشل في تشكيل حكومته. هذه القوى هل تعتقد أن الأزمة ستنتهي؟ مشكلتهم مع الرأي العام في العراق، مع العراقيين، مع المتظاهرين، ستنتهي إذا ما جاءوا ببديل آخر من العملية السياسية نفسها؟ الغضب سيهدأ، الغضب الشعبي، والتظاهرات ستنتهي يعتقدون هكذا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هم يعتقدون هذا هكذا أستاذ ماجد، لأنهم لا يرون إلا أنفسهم، لا قيمة ولا وزن للشعب لديهم، وهذا يثبت أنه لا قيمة ولا وزن للشعب في سياساتهم، في إطارهم أبدا ليس له أي قيمة. إضافة إلى أنه يثبت أنه قضية الديمقراطية والحرية والرأي الآخر وسماع الرأي والدستور وكل هذه التسميات التي جاءوا بها كلها كذبة كبيرة. القضية هم لديهم هدف واحد، يجب أن يستمر، أن العملية السياسية يجب أن تستمر وأن يستمر قطارها على السكة. هذه قضية ثابتة ولا يتنازلون عنها، هم يعرفون من البداية، حتى عندما رشحوا محمد توفيق علاوي يعرفون أن الشارع غير موافق عليه، لكن أرادوا أن يمرروه بكل طريقة. لكنهم اختلفوا بسبب الحصص الداخلية، اختلافهم على الحصص. كان مقتدي الصدر قد اتفق معه على إطار معين لا يمكن خرقه، وهو لا يملك أن يخرق هذا الاتفاق الذي جرى مع مقتدى الصدر. عندما طالبته القوى الأخرى باستحقاقاتها بمساحاتها، يعني على عكس ما قال إنه القضية إنه لو أجبت الفاسدين لكنت أنا الآن رئيس وزراء، هذه كذبة كبيرة. هو لا يملك أن يستجيب لهم، لو كان يملك القرار في الاستجابة لهم لاستجاب لهم، لكن هو من البداية كان متفق مع مقتدي الصدر على هذا الإطار ولا يمكن خرقه، وبالتالي انتهت قضيته. وكانوا يعتقدون أنه مو يعتقدون، هم يعني موقنين أنه هو هذا البديل. لا يمكن أن يأتوا ببديل الآن، هذه المحاولات لا يمكن أن يأتوا ببديل آخر يعريهم، يقودهم إلى السجون والمحاكم، لا يمكن. أشكرك. قبل أن نتوسع في هذه النقطة، هذه القوى العملية السياسية والطبقة السياسية من 2003 إلى اليوم شكلت 5 أو 6 حكومات، بالنهاية توافقت على الحصص واتفقت على الحصص وتقاسمت. لماذا هذه المرة فشلوا؟ هذه المرة فشلوا لأن المعادلة السياسية اختلفت بعد، يعني ما قبل 1 تشرين لا يشبه ما بعد 1 تشرين. 1 تشرين وما بعده تشكل رقم صعب في المعادلة السياسية على الأرض، على واقع الحال، يعني على الأرض في العراق، هو التظاهرات، هذه الثورة الشبابية، هذه شكلت رقما صعبا جدا، هذه ليست قضية سهلة، هذه أحرجتهم وزلزلت الأرض تحتهم، يعني كل الأرض الآن متحركة تحتهم. فلذلك هذا الرقم الصعب، هم كانوا قبل هذا 1 تشرين المعادلة السياسية مبنية على محاصصاتهم داخل العملية السياسية، الأرقام الصعبة يتبادلونها فيما بينهم في معادلات التمدد والانحسار، هذه القضية. لكن هناك رقم، وكانوا يتحدثون عن كتلة أكبر وكتلة أصغر وقوى بهذا الشكل، لكن وجود الرقم الصعب هذا الذي يعادي كل طروحاتهم، يطالب الوطن، يطالب بإزالتهم جميعا وبإزالة من يدعمهم سواء القوى الكبرى أمريكا وإيران، هذا أوجد لهم عامل جديد. بالمناسبة دكتور، بعد 17 سنة، نعم، مسؤول الأمن القومي الإيراني علي شمخاني الآن وصل بغداد مع وفد استخباراتي أو سياسي، الآن وصل إلى بغداد. ربما إيران الآن تجد نفسها في حرج في العراق، كانت تعتقد أن قضية العراق محسومة، وعندما شكلت حكومة عادل عبد المهدي قالوا فزنا 3-0. نعم، قالوا يعني لأن الرئاسة لهم ومجلس النواب لهم ورئيس الوزراء لهم. الآن هم غير قادرين، من بداية التظاهرات خامنئي خرج وقال على الحريصين في العراق، على المخلصين في العراق أن يزيحوا هؤلاء وهذا الشغب وينهوا هذا الشغب،
وين هو هذه التظاهرات المدعومة من الخارج هكذا؟ لكن هذه التظاهرات وهذه الثورة استمرت الآن دخلت شهر السادس، ورغم كل التضحيات رغم كل الصعوبات هي ما زالت تقاوم، ما زالت تفرض نفسها كرقم صعب. هذا يزلزل كل الترتيبات التي حصلت من 2003 لحد الآن، الترتيبات الإيرانية والترتيبات الأخرى الأمريكية وغيرها. هناك الآن شعب، وهناك استحالة أن تقنع هذه الطبقة السياسية هذا الشعب بالتراجع، وهناك استحالة أن تفرض عليه شروطها إلا إذا ما جيشت قواها الأمنية وميليشياتها لسحق هذا الشعب، وعندها ستكون هناك كارثة كبيرة. وهذه النقطة الثانية اللي نسأل بها الدكتور لقاء مكي في الدوحة. مساء الخير أولا دكتور لقاء. دكتور لقاء اسمعنا. نعم دكتور لقاء تسمعني؟ طيب نتحول إلى عمان، نضيفنا مقر القسم السياسي من عمان دكتور ثامر العلواني عبر سكايب. مرحبا دكتور بيك ويانا. حياك الله الكريم. دكتور هناك يعني من يقول أنه قوى العملية السياسية ما زالت تشعر بشيء من الاسترخاء والطمأنينة، لأن الحراك الشعبي لا زال يراوح في مكانه، تظاهرات اعتصامات فعلا هو يعني في توسع أو توسع، أعداد كبيرة ليس كما كان في السابق، رقع جغرافية أيضا خاصة في محافظات يعني مهمة، لحد الآن لا يشكل تهديد وجودي للعملية السياسية وللنظام السياسي في العراق، لذلك هذه القوى تتحرك بأريحية بطمأنينة، تداور بين شخوصها محمد علاوي، عادل عبد المهدي، العيداني، الشيع السوداني، وطبعا غيرها من الأسماء. فعلا هكذا الصورة؟ أنا أختلف مع هذا الطرح جملة وتفصيلا. الحقيقة أن المظاهرات في العراق استطاعت أن تدخل الحكومة وأحزاب الحكومة في توهان. أنا أقول أن الحراك الجماهيري استطاع أن يدخل الأحزاب الفاسدة وحتى الميليشيات والحكومة والبرلمان في صراع داخلي، انقسامات متباينة، بل أستطيع أن أقول أن المظاهرات استطاعت أن تتسبب بمقتل قاسم سليماني وأبو مهد المهندس، وخلقت مواجهة بين وإيران، وهم ليسوا في طمأنينة. الحكومة والميليشيات والأحزاب ليسوا في طمأنينة أبداً. الانشقاقات أصبحت تظهر بشكل واضح خصوصا بعد مقتل سليماني المهندس. سنشهد أيضا بحسب تقديري انشقاقات وانقسامات حتى بين الميليشيات. فالمظاهرات بالعكس هي زعزعت الحكومة وأدخلتها في مشاكل داخلية. لم يفلحوا في تمرير أي شخصية لحد هذه اللحظة ممن رشحوهم، مع أن هناك دعم إيراني واضح، مع أن هناك قوة ميليشياوية تسيطر على السلطة في العراق وعلى الأحزاب وتمددهم، لذلك هناك مواجهة حقيقية ومعارك من طرف واحد، من طرف الحكومة وميليشياتها وأحزابها ضد المتظاهرين. نحن نتكلم عن أكثر من 30,000 ما بين قتيل ومصاب. فإذا لم يكن هناك خوف وحرج كبير، لماذا إذن لا يتركون المتظاهرين؟ لماذا هذا الترهيب في المناطق الغربية والشمالية والوسطى يستخدمون كل الوسائل الإرهابية لترويع الناس وعدم السماح لهم بالخروج لمساندة إخوانهم المتظاهرين في بغداد والمناطق الجنوبية والفرات الأوسط؟ المظاهرات استطاعت أن تقضي على الفجوة بين المكونات المتعددة في العراق، الفجوة التي رسختها هذه الأحزاب منذ 2003. استطاعت أيضا المظاهرات أن تسقط الأقنعة الزائفة التي كان يتستر بها البعض ليخدع الشعب العراقي، تبان على حقيقته وعلى وجهه القبيح. استطاعت المظاهرات أيضا أن تدين المجرمين بكل أوصافهم، سواء كانوا من الميليشيات أم من رجال الدين أم من غير ذلك. لذلك أنا لا أتفق تماما مع هذا الطرح، بل أقول أن المتظاهرين
لديهم الآن وسائل تصعيدية وهناك دعوات مليونية، لكن المشكلة ليست في المتظاهرين، المشكلة أن المتظاهرين يتعاملون مع عصابة وليس دولة وليس أحزاب سياسية محترمة، وهذه هنا تكمن المشكلة. باستطاعتهم أو لا، لا يمكن أن نقول أنهم يخشون على العراق، باستطاعتهم أن يؤدوا إلى العراق إلى الهاوية أكثر مما هو عليه، فقط أن يبقوا متسلطين ومتمسكين في السلطة. نعم، نتحول إلى الدوحة. أعتقد التليفون الآن جاهز ويا دكتور لقاء مكي. دكتور مرحبا بك معنا إذا كنت تسمعنا. دكتور لقاء عندنا؟ نعم نعم. دكتور رافع الفلاحي، يعني هذه المكابرة من قبل قوى العملية السياسية والطبقة السياسية لا تريد أن تعترف وتقر أن المشكلة ليست في من يكون رئيس للحكومة، في من يكون وزراء في الحكومة سواء كانوا كفاءات أو طاقات. لماذا لا يريد هؤلاء الاعتراف أن المشكلة بالنظام السياسي نفسه الذي ينتج ويقدم ويدفع بهذه الحكومات، وبالتالي تسير بالعراق من سيء إلى أسوأ من 2003 إلى اليوم، البلد في مرحلة سير سريع نحو الانحطاط والانهيار. لماذا ليس هناك وقفة مع النفس مع الذات للإقرار أنه هذه المشكلة المشكلة الحقيقة بالنظام السياسي وليس بالحكومات وبشخوصها؟ ببساطة أستاذ ماجد، لأنهم رعاة وأفراد الأفراد الذين يخدمون هذا الإطار، الإطار الذي تتحدث عنه والذي يقود العراق من سيء إلى أسوأ. لا يمكن لهذه الطبقة، لا يمكن لهذه الطبقة التي يعني أغنت نفسها واستولت على الثروات واستولت على السلطة واستولت على كل شيء وهي متهمة بالفساد وبالدماء بدماء الناس وبأموالهم، حتى متهمة بضياع البلد بشكل كامل من عام 2003 لحد الآن 17 سنة تجربة مريرة وكارثة كبيرة. لا يمكن لهذه الطبقة أن تسلم وتوافق على ما تريده ثورة الشباب، تريده ثورة العراقيين، في أن تأتي طبقة سياسية وطنية، لأن هذه الطبقة السياسية الوطنية والشخص كل شخصية وطنية ستقودهم إلى المحاكم، ستقودهم إلى السجون، هناك اتهامات هم يعرفون، وهذا المشروع سينتهي، هذا القطار الذي على سكة العملية السياسية الموكلة إليهم هذا سيخرج من السكة وسينقلب وينقلب عليهم، وبالتالي سيخسرون كل شيء. لا يمكن أن يسلموا، لا يمكن لعاقل أن يصدق أن هذه الطبقة السياسية وهذه الثورة طبعا تعيها جدا، الشباب يعون هذه الحالة، يعون أنه يعرفون جيدا أنه هذه الطبقة الحاكمة لا يمكن أن تقدم شخصية مرموقة وطنية مستقلة لها ضمانات دولية وإقليمية وداخلية لكي تشكل نظاما وطنيا يقدم قتلة المتظاهرين إلى العدالة، يحارب الفساد، ينجز قانون الانتخابات جيدا ويرعى فيه مصالح الشعب وليس الأحزاب، يقدم كل هذه الأحزاب، يدفع بكل هذه الأحزاب إلى حافة المحاكم والهاوية. لا يمكن، هذه قضية مستحيلة والثوار يدركون هذه الحقيقة، فبالتالي هذا ليس عنادا لكن هو جزء من تكوينهم، جزء من دفاعهم عن حياتهم وعن مستقبلهم وعن حاضرهم ومستقبلهم. هم يعرفون أنهم قد ارتكبوا جرائم كبيرة بحق لكن دكتور العراق. هذه الحلول الترقيعية المرحلية التي كانت تجرب وتقدم قبل سنوات، قبل 5-6 سنين، قد تجد لها مصغين من الرأي العام من الناس في العراق. الآن هذه الحلول الترقيعية ما عادت تجدي، الآن اتسع الخرق على الراقعي. هم يعتقدون ولا زالوا يجربون. نعم، هم يعتقدون أستاذ ماجد، عندهم حاليا هذا الحل الترقيعي، هذه محاولة اللعب في السياسة بهذه الطريقة التي يقدمونها كل يوم، يقدمون شخصية وشخصيات من العملية السياسية يتلاعبون على المطالب الحقيقية للشعب. والحل الثاني والحل الأمني، هذه اليد الضاربة اللي يستخدموها من 1 تشرين لحد الآن، ولا أنت في حروب لا تقدم الشعوب
خسائر مثل التي قدمها الشباب العراقي، أكثر من 30,000 بين قتيل وجريح، بين شهيد وجريح ومعوق، هذه كارثة كبيرة. هذه من من؟ هذه من المواجهة، لأنه هذه العملية السياسية وكل قواها وكل شخوصها اعتبرت الشعب عدو لها، فواجهته كمواجهة عدو، وبالتالي هم لديهم هذا الحل، يعني الحل الأمني والحل السياسي. الحل السياسي اللعب. من الذي هنا الذي يقود البلد إلى المجهول والضياع؟ وهذه طبعا أسطوانة مشروخة ومكررة، ذاهبون إلى المجهول، أنتم بالحراك ذاهبون إلى المجهول، إلى الضياع، إلى التفكك، إلى التشظي. من يقود إلى المجهول؟ هذه عندما كانوا يتحدثون بها قبل 5-6 سنوات كان البعض يصغي لهم، كان البعض يتخوف. الآن الصورة الأقنعة، هذه واحدة من منجزات هذه الثورة، أنها أسقطت الأقنعة، أسقطت كل هذه الأقنعة. ما عاد الكلام في هذا الموضوع يقنع الناس. الآن من هو ليقود البلد إلى المجهول؟ من يقود البلد إلى الدمار؟ من يزيد ضحايا العراقيين؟ من يزيد مأساتهم؟ من يزيد الكارثة؟ هي الطبقة السياسية. هذه الطبقة السياسية متهمة. لذلك الآن في العراق الآن خندقين، خندق الشعب بكل فئاته وما تمثله الثورة، وخندق العملية السياسية وكل قواها وأحزابها وميليشياتها. هذه هي الحقيقة الآن. هذا الصراع، صراع إرادات بين هذا الخندق وهذا الخندق. من سيكسر إرادة الآخر؟ هم يحاولون شراء الزمن بأي طريقة. هذه العملية السياسية وقواها تحاول شراء الزمن بأي طريقة. ولعل في هذا الزمن، في استطالة هذا الزمن، يمكن أن يقضوا على هذه التظاهرات أو يضعفوها. لكن هذا جزء من غباء، هذا جزء من عدم إدراك لطبيعة هذه الثورة. هم لا يدركون أن الوضع قد تغير. ما قبل 1 تشرين ليس مثل ما بعد 1 تشرين. هذا الشعب قد خرج، وهذه الحقائق التي يعني فرضت نفسها على واقع العراق السياسي منذ 1 تشرين لحد الآن، طوال هذه 6 أشهر، هذه حقائق كبيرة. سقوط الأقنعة هذا لم يكن سهلا، انكشاف هؤلاء. واحدة من منجزات هذه الثورة أنها أظهرت ضعف هذه العملية السياسية وضعف القوى التي كانت تتبجح بقوتها، أظهرت حتى ضعف الرعاة. إيران لم تستطع الآن أن تفعل شيئا. نعم تستطيع أن تقتل، تستطيع، لكن الحجر الأساسي التي كانت تتمسك به وتضرب بالشعب العراقي والصوت الذي تضرب هو الطائفية، وانكسرت هذه الطائفية. وهذه إحدى الإنجازات الكبيرة للثورة، أن الثوار خرجوا غير طائفيين، فبالتالي لم تستطع، يعني هذه كانت يتكون عليها في كل مواجهاتهم مع الشعب. في كل التظاهرات السابقة كان هذا، وحاولوا في هذه التظاهرات، في هذه الثورة حاولوا لكنهم فشلوا وسيفشلون، بالتالي خرجت هذه من المعادلة. إيران الآن في محاولتها حتى عندما تبعث وفود عسكرية أمنية سياسية، محاولة للخروج بأقل الخسائر، محاولة للحفاظ على العملية السياسية لكي تمضي بإذعانها لإيران، وهذا لا يمكن أن يستمر. هذه القضية قد انتهت، الواقع يفرض غير شكل، الأبواب قد فتحت بشكل كبير. الآن عوامل كثيرة دخلت على الساحة، وهذه الثورة قد حققتها. هذه واحدة من منجزات الثورة التي توالت من 1 تشرين لغاية الآن، وبالتالي المعادلة قد تغيرت، المعادلة السياسية قد تغيرت. وعلى من يريد أن يفهم هذه اللعبة أن يفهم المعادلة السياسية مرة أخرى، يعيد عودة لدراسة الواقع العراقي بطريقة أخرى. الآن هناك عامل جديد، وهذا العامل عامل قوي جدا، رقم صعب جدا لا يمكن تجاوزه. هم يعتقدون أنه بالإمكان تجاوزه بالمجيء بأي شخصية من العملية السياسية مرة أخرى وتمضي القضية. لن تمضي، والثورة ستكبر وستعمق. أشكر. وستسحقهم. نستأذن من الضيوف الكرام، وطبعا لنذهب إلى هذا الفاصل، ونحن ما زلنا ننتظر أنه يلتحق بنا دكتور لقاء مكي، هناك مشكلة بالاتصال وياه. عموما نتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في هذه الحلقة التي تبحث في تطورات الوضع في العراق في المرحلة القادمة، فابقوا معنا. يرجى من مشاهدي قناة الرافدين الفضائية استقبال بث القناة على مدار القمر نايل سات وفق التردد 1-2-3-8-0 أفقي.
هذول الطلاب شو قاعد يعبون شلون؟ هذا حال الطالب العراقي. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار التي تبحث في تطورات الوضع في العراق في المرحلة القادمة. ضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي والدكتور ثامر العلواني، والآن التحق بنا الدكتور لقاء مكي الإعلامي والأكاديمي من العاصمة القطرية الدوحة. دكتور مرحبا بك دكتور لقاء. أهلا وسهلا، مرحبا. الحمد لله على السلامة، التليفون الحمد لله يعني ضبط وياك دكتور. الشركاء العملية السياسية، الطبقة السياسية منذ 2003 إلى اليوم تجرب، يعني سنة بعد أخرى يوما بعد آخر جربت كل الحلول الترقيعية، لم تجدي نفعا حتى وصلنا إلى هذا الانفجار الكبير بهذه التظاهرات. تظاهرات كانت أيضا سابقة لكن هذه التظاهرات كانت الحقيقة يعني مختلفة، والكل مجمع وربما حتى شركاء العملية السياسية أن هناك مشكلة في بنية، في طبيعة، في تركيب النظام السياسي. المشكلة ما متعلقة بشخص، رئيس حكومة يذهب ويأتي آخر، أو بحكومة أو بوزراء أو بمسؤولين آخرين. يعني هذه اللحظة الفارقة الآن في تاريخ البلد ألا تستدعي وقفة للإقرار والاعتراف أن هناك فعلا مشكلة في هذا النظام السياسي تستدعي إعادة النظر، تستدعي حل حلول أخرى، مسار آخر؟ ما الذي يمنع؟ دكتور لقاء، اذا رجعت نفس المشكله، يبدو ما محظوظين ويا دكتور لقاء مكي يكون ويانا. على كل ننتظره دكتور. ايضا الأمم المتحدة وبلاسخارت جوبهت بهجوم شرس من قوى سياسية وميليشياوية، طبعا على خلفية إحاطتها الخاصة في جلسة مجلس الأمن عن تطورات الوضع في العراق. الأمم المتحدة لحد الآن الحقيقة هناك أيضا من يعني يقول أن المواقف لا زالت خجولة مواربة مع حقيقة وكارثية الوضع في العراق، ومع ذلك حتى هذا الموقف الخجول أو دون المستوى لم يرق القوى السياسية والميليشياوية، وذلك هاجمتها بشراسة، اتهمتها بالتضليل، بالتزييف، بعدم الإنصاف، باستبدالها. لماذا هذا الفزع من أي صوت من خارج العراق؟ أستاذ ماجد، ببساطة جدا طوال 17 سنة الماضية كانت كل هذه الطبقة السياسية اللي يعني موجودة داخل العملية السياسية مطمئنة إلى أن الخارج الذي جاء بها، العامل الدولي الذي جاء بها وتوافق على مجيئها، هو من يحميها. هذه المظلة موجودة، لذلك لم يهتموا لأي تغيرات داخلية، وكانت التغيرات الداخلية لديهم قرار في سحقها بالحديد والنار إن لم يكن بالخطابات. فبالتالي استخدموا السلاح واستخدموا اليد الضاربة طوال التظاهرات التي حصلت، في كل التظاهرات التي حصلت قبل 1 تشرين، مع 1 تشرين لغاية الآن. لذلك قلت أنا سابقا أن المعادلة قد تغيرت. هم يتخوفون من العامل الدولي، يعرفون من البداية أن من جاء بهم هو العامل الدولي، هذا التوافق الدولي هو الذي جاء بهم لسدة الحكم. فبالتالي أي تغير بالعوامل الدولية يقلقهم كثيرا. عندما تتحدث بلاسخارت عن عدم وجود دولة، ميليشيات تتحكم بالدولة، سلاح منفلت في كل مكان،
أمن غير موجود، قانون لا يسود، دولة ما بها قانون. فبالتالي هناك عامل دولي هم يفهمون هذه، هناك تغير مزاج دولي في الخارج يغير التوافقات الدولية، ربما ستأتي بعوامل أخرى أقوى تهدد كراسيهم. هذا يعرفون، هم كانوا يتكئون على الخارج، يعني كل ما يفعلوا بالداخل مضمون، لا يخافون من الخارج، لا يخافون من ثورة الخارج، لأنه الخارج يتحدث عنهم طوال 17 سنة يتحدث عنهم أنه يعني بلد بدأ يشق طريقة للديمقراطية وعنده دستور وعنده انتخابات، وقدم لهم دعم سخي على كل المستويات، والكل يدعمهم إقليميا ودوليا. والعراق مغيب إلى الظلمة. هذه الثورة جاءت بالعراق إلى تحت الضوء مرة أخرى، كشفت للعالم أن الصورة التي تحدث بها العالم اللي يرعى هذا النظام عالم يعني ظالم، ظلم الشعب العراقي. وبالتالي الشعب العراقي اللي يقولون أنه الآن يتمتع ببحبوحة ديمقراطية وحرية ونظام جديد وانتخابات، كذبة كبيرة. وبالتالي حتى قضية الانتخابات الأخيرة التي شاركت بها، لا يعني اللي شاركوا بها أقل من 18%، هذه لم يعرفها العالم. فبالتالي العالم لا يعرف مصيبة والكارثة على مستوى الشعوب، يعني لا يعرفون مستوى الكارثة اللي وصل بها العراق. عندما جاءت هذه الثورة وسحب، استطاع هؤلاء الشباب الصغار الرائعين بعقلهم الفذ بقدرتهم على التفكير سحب العراق تحت الضوء، فاجأوا العالم كله. فاضطرت الأمم المتحدة على استحياء أن تتقدم خطوة بعد خطوة، وصولا إلى هذه يعني الخطاب الأخير للإسخارت اللي قدمته قبل أيام أمام مجلس الأمن، تحدثت به عنه لا دولة في العراق. إذن بعد 17 سنة من الدعم الدولي والإقليمي، وأن هناك جماعات مسلحة تقصد الميليشيات تعمل على تقويض الدولة العراقية، نعم، لا دولة موجودة في العراق، لا قانون، السلاح منفلت في كل مكان، ميليشيات متحكمة، إيران متغولة، لا سيادة ولا استقلال. هذا يقلقهم جدا، لذلك هاجموا بالسخار مهاجمة قوية، مع أنه هي معروفة بولائها لهذه، وكل سفراء الأمم المتحدة طوال هذه السنوات، ممثلي الأمم المتحدة طوال هذه السنوات كانوا كأنهم موظفين لدى الحكومات العراقية، كانوا طوال هذه الفترة، ويعني استعرض اسمائهم ستجد أنه كل خطاباتهم كانت تتوافق. لكن هذه الثورة أجبرت الأمم المتحدة، أجبرت ابن سقارت على أن تقول الحقيقة، لأنه الحقيقة الآن واقع، الآن الصورة والفيديو وكل شيء ينقل إلى العالم بثواني. فبالتالي العالم تفاجأ، هذه كارثة في العراق، وين الديمقراطية؟ أين الديمقراطية؟ أين الحرية؟ أين بحبوحة؟ بلد فقير، بلد ليس فيه أي بنى تحتية، كلها دمرت، وجاءت هذه الكورونا، هذه المصيبة الكبيرة، وإذا بالبلد مكشوف أمام الدنيا كلها. الآن الكل يتحدث والكل يلوم، ولا دولة في العراق، الكل يلوم لماذا العراق مفتوحة حدودها مع إيران، وإيران منظمة الصحة العالمية تتحدث عنها بؤرة لهذا المرض، كيف تفتح الحدود؟ كل منافذنا الحدودية ما زالت مفتوحة، وما زالت طيران قائما، وما زالت الوفود الإيرانية تدخل بغداد، وما زال الموت يتكاثر، وما بس راح يغلقوها الاثنين الجاية. هذه واحدة من الكارث، يعني أنت تغلق يوم الدول الآن تحسب القضايا بالثواني بالدقائق، وكيف تتعامل مع هذه القضية ولديها فرق كاملة وغرف كاملة. هذا وباء، إذا صار وباء فلا يمكن معالجته، والعراق إلى جانب بؤرة لهذا الوباء. لكن هناك ثلاث أسباب جوهرية تمنعهم من البوح بهذا. أولا تمنعهم من القول ما طبيعة الخسائر اللي تعرض لها العراق من جراء هذا الكورونا، حقيقة الأرقام المصابين والموتى لا يعلنونها، يعني دول مثل تونس تعلن حوالي 1000 مصاب لحد الآن، وفي العراق يتحدثون عن 40 مصاب، ونحن بجانب الكارثة الوباء والأرض مفتوحة، كل المنافذ الحدودية مملوكة، يعني ممسوكة من قبل الميليشيات، مسيطر عليها الميليشيات، نعم، والميليشيات هذه أولا برعاية إيرانية وتتحكم بالرعاية، نعم، فالتجارة كلها الإيرانية تدخل على العراق، إضافة إلى تجارة السلاح والمخدرات وكل شيء، وهذه ملايين الدولارات يوميا تكسبها إيران، تكسبها أيضا هذه الميليشيات. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تصور دكتور، الحكومة منعت دخول الإسبان وغيرهم إلى، نعم، العراق، لكن لا تمنع دخول الإيرانيين، نعم، لسبب بسيط واحد آخر، أنه منعهم
يعني الاتجاه في الإعلان عن أن الكورونا قد انتشرت بالعراق وأن هناك موتى وأن هناك مصائب كبيرة، هل سيكشف العراق أن العراق ليس فيه بنى تحتية طبية؟ 17 سنة هناك فساد، حجم يعني التخصيصات وزارة الصحة للواقع الطبي صفر فارزة 0.2%، هذه كارثة كبيرة. أنت هذه ومع ذلك المبالغ التي صرفت هم يقولون صرفنا لحد الآن مبالغ يعني تعادل 20 مليار أو 50 مليار للمستشفيات لبناء المستشفيات، وكذب كبير كله خداع. إضافة إلى هذا أن الميليشيات مسيطرة أيضا على موانئ، يعني أنت حتى المنافذ الموانئ، أنت لدينا 21 ميناء بالعراق، 2 منهم فقط الحكومة الأصفة والباقي الميليشيات. حتى نظل في نقطة الآن نبتعد كثيرا عن دكتور ثامر علواني، نقطة علاقة الأمم المتحدة بالعملية السياسية، علاقتها بالحراك الموجود وما إلى ذلك. ذكر دكتور رافع أنه هذه الطبقة تخشى تفزع تستنفر من أي صوت من خارج العراق، سواء كان يعني دولي أممي، لأن هذا النظام الدولي المجتمع الدولي قدم لها دعم مفتوح منذ عام 2003 إلى الآن، وعلى كل المستويات سياسي وعسكري ومالي وما إلى ذلك. الآن أي صوت يأتي من 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 هذا المجتمع، من هذا النظام الدولي، يجعل هذه الطبقة تشعر بالرعب. هل ترى أن هناك مؤشرات في تبدل أو تغير المزاج الدولي تجاه النظام في العراق على خلفية ما اقترفه ضد المتظاهرين وضد المدنيين خلال السنين الفائتة؟ من خلال المقالات التي تنشر بالجرائد العالمية والصحف العالمية، من خلال تقرير مبعوثة الأمم المتحدة في العراق باعترافها أخيرا بأن هناك جرائم قتل ضد المتظاهرين، كانت الأول التقرير الأول لم تقل هذا صراحة، الآن هي تعترف أن هناك قتل ضد المتظاهرين، تعترف أن هناك خطف ضد المتظاهرين، تغييب قسري، تعترف الآن أن هناك ترويع للمتظاهرين، اعترفت ضمنا أيضا بعدم وجود نظام ديمقراطي في العراق، أيضا لوجود حجم الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان خلال هاي الخمسة أشهر الماضية. حملت أيضا الحكومة المسؤولية الكاملة عن كل ما يجري في العراق، فإذا هي لا تقبل ولا تريد أن توصل للحكومة الحالية والأحزاب السلطة الفاسدة وللجميع والأمم المتحدة أنه مهما كانت هناك مبررات فهي غير مقبولة ولا يمكن قبولها، ولذلك طالبت بتقديم الجناك القضاء، تقديم من قتل المتظاهرين، من خطف، من غيب المتظاهرين، وهذا يعني أنه هذه الأمور ربما تتطور إلى محاكمات دولية، والأحزاب المتنفذة والميليشيات هي المسؤولة عن هذه الجرائم، فهي تخشى من محاكمات دولية لأنها ربما تدخل في إطار ارتكاب جرائم حرب، يعني صنفها مجلس الأمن أنها جرائم حرب. أيضا هي أقرت أخيرا طبعا يوم أمس، اسمح لي دكتور، يوم أمس المحكمة الجنايات الدولية في روما فتحت ملف أو قضية عن الجرائم المرتكبة في أفغانستان، سواء من القوات الأمريكية أو من طالبان أو من القاعدة أو من تنظيم داعش. وطبعا هناك يعني قد تكون يعني ترجيح أو احتمال أن تخطو هذه الخطوة في العراق، ممكن هذا الأمر ممكن في ظل التطورات الحالية وفي ظل وجود حراك قوي على مدار خمسة أشهر بهذا الحجم وهذا التوسع الموجود الحالي، وبالإصرار على المواصلة في إنهاء النظام السياسي الحالي القائم في العراق. فإذا مع هذا أيضا ممثلة الأمين العام المتحدة أقرت بأن الإخفاق الآن في العراق في كل الجوانب، سواء في الجانب الاقتصادي، سواء في الجانب السياسي، سواء في الجانب الاجتماعي، سواء في الجانب الصحي وهو الأخطر الآن. الآن انتشر فيروس كورونا، لم تستطع الحكومة الحالية أن تقدم أي شيء للشعب العراقي. اعترفت أيضا مثل ما تفضل دكتور رافع بوجود ميليشيات مسلحة هي المسيطرة على السلطة في العراق، تعمل خارج القانون، وطالبت بإنهاء هذا الملف. إذن اعترافها بكل وضوح بالفساد المستشري في الدولة حتى على مستوى المعاملات البسيطة، لأجل ذلك هي طالبت بإصلاح المنظومة من أصلها لأنها سبب الفساد. فإذا هي أقرت ضمنا بأن المشكلة ليست في الأشخاص،
وإنما هي المشكلة الأساس في النظام الحالي في النظام القائم في العراق، وهذا كله يفضح النظام السياسي القائم في العراق مع تستر هي نفسها هذه الممثلة الأمين العام المتحدة، مع أنها تسترت كثيرا على هذا النظام السياسي وجرائمه على مدى الشهور الماضية. فإذا هذا كله سيؤدي إلى مناقشات الوضع العراقي ربما في مجلس الأمن إذا ما توفرت الظروف الملائمة لذلك، وهذا ما تخشاه الأحزاب المتسلطة الفاسدة في العراق الموالية لإيران. نعم دكتور رافع، الآن المشهد في العراق غضب وسخط شعبي، انحطاط عام في كل المستويات ومفاصل الحياة، متظاهرون غاضبون منذ 6 أشهر، الرأي العام في العراق لم يعد يصدق قضية الإصلاح التقويم إلى آخره. طبقة سياسية ماضية بنفس المنهج من 2003 إلى اليوم تداور بشخوصها، يعني هناك بون شاسع بين الطبقة السياسية وبين الناس في العراق. إذا هذه الثنائية، كيف سيبدو المشهد في العراق على هذه الثنائية، أو كما سميتها خندقين لا ثالث لهما، قوى سياسية في برج عاجي في برج عالي، و الشعب في القاع، قاع الخدمات وقاع الواقع. يعني الكثير يتحدثون انه يقولون انه كل شيء ممكن في العراق وكل شيء غير ممكن في العراق، وهذه حقيقه. يعني هؤلاء الذين يتمسكون بالسلطه، وعندما تنظر الى الوضع تقول من غير الممكن ان يستمروا هؤلاء بالسلطه بعد كل الجرائم اللي ارتكبوها، بعد كل الفساد اللي ارتكبوه، بعد كل الخراب، وبعد ان خرج عليهم الشعب بهذه الطريقه، وهذا الشهر السادس الشعب بالشوارع يطالبهم بالرحيل، وبنفس الوقت أنت ترى هذا الغير ممكن هو متحقق وموجود. هؤلاء ما زالوا يعبثون وكأن لا شيء يعنيهم، وكأن هذه التظاهرات لا تعنيهم، وكأن الشعب لم يخرج عليهم، وكأن الوضع طبيعي. هذه الحالة الحقيقة هم يتوقعون، أرباب العملية السياسية يتوقعون مطمئنة لهم ربما، أو ربما شراء للوقت والوقت في صالحهم. هذا غير منطقي وغير صحيح وغير غير حقيقي. الحقيقة أن كل يوم يمضي هو لصالح التظاهرات ولصالح الثورة ويأكل من جرف هؤلاء. بالتالي أنت العراق في وسط عالم، العراق متأثر ويتأثر ويؤثر في العالم، في إقليمه والعالم، والعراق ليس دولة سهلة، ليست دولة يعني خارج حسابات الاقتصادية والسياسية والجيوبوليتيكية في العالم كله. العراق دولة مهمة في موقعها، في ثرواتها، في كل شيء. بالتالي ما يحصل عليه وما حصل من عام 2003 لحد الآن يثبت أن العراق لماذا احتل ولماذا، هذه قضية. فالعراق مهم. بالتالي أنت العالم كله يتفرج على هذه الحقيقة، كل يوم يمضي تزداد قناعة العالم، وهذا من ضمنها حتى تقرير الأمم المتحدة، هذا يدلل تزداد قناعة العالم أن التعايش بين الشعب وهذه السلطة وهذه الطبقة السياسية مستحيلة، استحالة التعايش، استحالة قدرة هذه العملية السياسية أن تمضي في الحكم مثل ما كانت عليه قبل 1 تشرين. فلذلك ستأتي اللحظة الفارقة وقريبا ستأتي. نعم. وهذا ما ننتظره للثورة. العامل الدولي كله سينقلب لصالح هذه الثورة ضدها، لأنه استحالة سيصلون إلى قناعة، وبدأت هذه القناعة تترسخ يوما، وبيان الأمم المتحدة واضح أن القناعة بدأت تترسخ أن هؤلاء ليسوا رجال دولة، لا يستطيعون بناء دولة ولا يمكن التعايش بينهم وبين الشعب، وخاصة بعد هذه الجولة من انتخاب شخصية، من ترشيح شخصية، واستمرار الشعب رفضها، وسيرفضون أي شخصية أخرى. إذن يجب أن يكون هناك تغيير جوهري لهذا الإطار. هذا الإطار غير ممكن بقائه، وهنا هو العامل الدولي سيتدخل، وستتدخل قريبا، ستتغير الصورة تماما، وسنهزم العملية السياسية كاملة، ستنهزم بالتأكيد. هذا لا تعيه قوى العملية السياسية، تعتقد أن الوقت ما زال لصالحها، وأنه يعني عام 2020 يشبه عام 2010 أو 2012 أو 2014 أو 2019، لا يشبهه،
تغيرت الوضعية. أظن دكتور طالما أشرت إلى نهاية العملية السياسية أو النظام السياسي وشريكهم في العملية السياسية بهاء الأعرجي القيادي في التيار الصدري ونائب رئيس الحكومة، يعني كأنه يقول أنه هذا النظام الآن يعني على كف عفريت، إذا لم يتم تدارك الأزمة راح تتولد أزمات وبالتالي ستكون قرب نهاية هذا النظام السياسي. هو آين للسقوط. للسقوط. دكتور ثامر، هل تعتقد أن القوى السياسية يعني لديها إحساس أن هذا النظام يوشك أن ينهار أفل، يعني الآن ربما يحتضر، يعني تجد مؤشر عندهم إحساس؟ أكيد، وإلا لما تدخلت إيران هذا القليل، حضرتك قلت أنه دخل شمخاني إلى العراق. نعم. وهذا يعني أن الأمور في مرحلة خطيرة، في مرحلة خطيرة، لأن لم يستطيعوا بعد، حقيقة هناك مسألة جوهرية، بعد أن قتل قاسم سليماني انفرط عقد الميليشيات وانفرط عقد الأحزاب التي كانت تخشى قاسم سليماني بشكل كبير جدا، كما قال لأنه كان هو الآن الموجودين في العملية السياسية لم يعد لهم كبير بعد موت سليماني. نعم تماما. نعم. كان هو المتحكم وكان القرار النهائي. نعم. هو لقاسم سليماني. نعم. لكن بعد أن قتل قاسم سليماني الأمور الآن في دوامة، لا يستطيعون أن يسيطروا على الوضع، على الأحزاب السياسية جميعها كما كان قبل مقتل قاسم سليماني. لابد أن نبين أن المتظاهرين الآن في واد، والحكومة وأحزاب السلطة في واد آخر، من ناحية أن مطالب المتظاهرين مختلفة تماما عن تحركات الأحزاب والحكومة، لأن الأحزاب والميليشيات الآن تريد إعادة إنتاج أوضاع الخراب والدمار والتدهور المعيشي والغلاء وانعدام الخدمات، محاولة شرعنة الفساد من جديد، محاولة شرعنة الفاسدين من جديد، وتقدم مصالحهم الشخصية والحزبية على مصالح الشعب العراقي والعراق عموما. بالمقابل المتظاهرون قدموا شهداء، قدموا آلاف المصابين، 30,000 ما بين قتيل ومصاب، وبذلوا تضحيات كبيرة من أجل تغيير الواقع المأساوي الذي تسببت به حكومات الاحتلال وأحزابها الفاسدة. لذلك إذا استمر الحال على ما هو عليه، أشكرك، فإن الأحزاب الفاسدة في تيهان، وإن شاء الله في زوال قريبا بإذن الله تعالى. أشكرك. وبهذا مشاهدينا الكرام نصل إلى ختام هذه الحلقة من طاولة حوار التي بحثت في تطورات الوضع في العراق. ضيوف كانوا طبعا معنا، كل الضيوف كانوا معنا، كل من الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، وكان معنا من العاصمة الأردنية الدكتور ثامر العلواني مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين، كان معنا عبر سكايب. مشكلة الاتصالات حالت دون أن يكون معنا الدكتور لقاء مكي الأكاديمي والباحث السياسي. على كل أيضا الشكر له موصول، وأيضا شكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.